بتاعني string مش كده؟ vibration of string. قلنا equation of motion بتطلع partial differential equation بنحلها بيطلع الحل function في time وفي x. جبنا المرة اللي فاتت lateral vibration أو transverse vibration بتاع string وطلع بيبقى في constants في function بتاعت x وفي constants في function بتاعت time. الفانكشن بتاع التايم الكونست بتاعتها بتيجي من فين؟ من الانيشال كونديشن. وال الكونستنت بتاعت الاكس بتطلع من الباوندري كونديشن. الباوندري كونديشن هي اللي بتتغير فبتقدر تطلع الكونستنت وتطلع الفريكوانسي ايكويشن. هناخد النهارده حاجه ثانيه اللي هو اللونجيتودينال فايبريشن بار. عندنا بار بالشكل ده كده هندرس الاكسيال فايبريشن زي ما خدنا في السترينج. بناخد اليمنت ونحط عليه الفورسز ونطبق قانون نيوتن سيجما الاكسترنال فورسز يساوي ايه؟ ماس الاكسلريشن. ماس الاكسلريشن احنا هناخد الفايبريشن في الاتجاه الاكسل ده اسمها يو يو في اكس وتي. هناخد element ونحط عليه الفورسز element طوله دي x ايه الفورسز اللي هتبقى موجودة على الالمنت ده يا شباب؟ نورمال فورس. احنا فصلنا او خدنا جزء كده فهيظهر هنا النورمال فورس بي. النورمال فورس هنا هتبقى بي بلس دي بي. ولو في اكسترنال فورس ولا حاجه اللي هي بي اكس وتي النورمال فورس دي بتساوي ايه يا شباب؟ النورمال فورس بتساوي النورمال فورس بتساوي يا شباب؟ مش درست الماشين ديزاين بس لسه خلصت في الاريا كده يا شباب. طيب السيجما اللي هي ايه؟ انا هاخد دلوقتي من الفايبريشن هنا ديت اللي هي اليو سيجما اللي هي الاي في ايه؟ اللي هو المودلس اوف السيستم السترين السترين اللي هو ديو باي دي اكس ديو باي دي اكس يعني بيساوي الاي الاي ديو باي دي اكس. ومن هنا دي بي بتساوي ايه؟ E A D to U by the X square DX. لو خدنا معادلة الحركة بقى في الاتجاه الأكسيال هيبقى عندنا P plus DB minus P plus the P of X to P dx ده اللي هي الاكسترنال فورس. واحنا قلنا بناخد المعادله بس بصوره جنرال وبعد كده ايه بنلغي ال ال ال
external force على أساس إن إحنا بندرس free vibration بس. الكلام ده بيساوي الماس في الأكسلريشن. الماس اللي هي إيه؟ الماس بتاعت الإليمنت ده. هناخد هنا رو الماس بير يونت فوليوم. الدنستي ماس بير يونت فوليوم. هناك في الاستريت لو فاكرين احنا خدنا رو ايه؟ ماس بير يونت لينس على اساس ان الاريا ما بتبقاش بتبقى صغيره جدا يعني. فبناخد الماس بير يونت لينس. هنا هناخد الماس بير يونت فوليوم يعني رو في ايه؟ في دي اكس. ده ايه ده؟ دي الماس بتاعت الاليمنت ده. رو في ايه؟ دي اكس. ماس في الفوليوم. نعم. ازاي انا جمعت القوه اللي هي بي في بلس تي في على القوه اللي هي اسف القوه دي بتبقى برضه ايه في الناس اللي ايه؟ لا لا اتجاه الاكسيال برضه البي اوف اكس وتي بي اوف اتجاه الاكسيال مش بس صح. الكلام ده ايه بقى؟ دي تو يو باي دي تي سكوير اللي هي واي يو دبل دوت يو دبل دوت دي تو يو باي دي تي سكوير. هنروح البي مع البي هيبقى ان هنا ايه الدي بي اللي هي الاي في الاي دي يو دي تي يو باي دي اكس سكوير دي اكس بلس البي اوف اكس وبي دي اكس الحركه هنا ايه يا شباب؟ الريسبونس بتاع السيستم هو اليو يو في اكس وتي فاللي يبقى البلوست بتاعتها يو دوت اللي هي دي يو باي دي تي. واحنا بنعمل ايه فانكشن هنا؟ عشان اليو فانكشن في حاجتين الاكس والتي. لو احنا اهملنا الاكسترنال فورس وقسمنا على دي اكس وقسمنا على A وقسمنا على رو يبقى هنا ايه؟ C سكوير دي تو يو باي دي اكس سكوير بيساوي دي تو يو باي دي تي سكوير حيث C هنا هي مين؟ C سكوير E على رو. المعادله هنا ايه الفرق بينها وبين المعادله اللي فاتت يا شباب بتاعت السبرينج؟ هي نفسها سي سكوير اللي هو الكونستانت الاي على رو هو اللي بنسميه سبيد اوف ويف بروباجيشن والدي تو يو باي دي اكس سكوير كانت هناك دي تو واي باي دي اكس سكوير بيساوي دي تو يو باي دي تي سكوير. يعني الحل بتاعها يبقى ايه؟ نفس الحل اليو اوف اكس وتي هيساوي فانكشن في الاكس وفانكشن في الطالع. الفانكشن في الاكس هنقول ان هي ايه ساين
اوميجا على سي اكس او كوزايد اوميجا على سي اكس بلس بي ساين اوميجا على سي اكس مضروب في دي ساين اوميجا بي بلس اي واحدة صاير واحدة ايه وصاير اوميجا تي وصاير اوميجا تي الاي والبي بنحددهم من الباوندر كونديشنز والدي والاتش بنحددهم من الانيشال كونديشن مثال ناخد مثلا لو عندنا بار بالمنظر ده كده طول ال فكسد من ناحية وفري من الناحية الثانية ايه الباوندر كونديشن اد اكس تساوي زيرو اسمها واي ولا اسمها يا شباب يو يو زيرو تي بيساوي صفر عوض في المعادله بتاعت اليو يبقى زيرو بيساوي اي كوساين صفر بواحد بلس بي بساين صفر صفر كل ده في جي اوف تي نطلع من هنا ان الاي بيساوي زيرو عند الطرف التالي اكس تساوي ال في ايه بقى عند الطرف الفري ده يا شباب؟ الكيو بيساوي صفر؟ طب ايه اللي بيساوي صفر؟ النورمال فورس هي اللي بتساوي صفر يعني ايه؟ بي بتساوي صفر الطرف الفري مفيش نورمال فورس فالنورمال فورس بيساوي صفر النورمال فورس اللي هي مين؟ اهي النورمال فورس اللي هي ايه؟ اي في اي ديو باي دي اكس يعني مين اللي بيساوي صفر؟ ديو باي دي اكس ديو باي دي اكس يبقى من هنا هنقول ان مين؟ بتساوي ايه طيب؟ الطرف اللي ما فيهوش اي حاجه النورمال فورس هتساوي ايه؟ احنا بنتحرك كده مش كده الحركه بتاعتنا يا شباب في الاتجاه الاكسيال ندرس الحركه في الاتجاه الاكسيال مش في الاتجاه اللاترال الاتجاه الاكسيال هو ده اليوم اخر نقطه النقطه اللي هي الفري في ايه فورسز بتاثر؟ مفيش اي فورس يبقى كده النورمال فورس اللي تساوي كام؟ بتساوي صفر يعني دي يو باي دي اكس يساوي صفر نعوض في المعادله بتاعتنا دي يو باي دي اكس بيساوي ايه؟ دي يو باي دي اكس بيساوي كان ايه في اوميجا على سي ساين اوميجا على سي اكس بلس اي اوميجا على سي
كوزاين اوميجا على سي اكس كل ده في ايه؟ جي اوف تي. انا جبت الاول الديو باي اكس، هعوض دلوقتي عن ايه؟ عن ديو باي اكس عند الاكس بيساوي ايه؟ عند الاكس بيساوي إيه؟ يبقى زيرو بيساوي طبعا الترم ده اللي طلعنا الاي ب صفر، يبقى البي في الاوميجا على سي كوزاين اوميجا على سي اكس كل ده في جي اوف تي بيساوي صفر. اكيد مين هنا اللي بيساوي صفر؟ اللي هو جي اوف تي ولا البي؟ لو البي بيساوي صفر احنا مطلعين الاي بيساوي صفر والبي بيساوي صفر، يبقى المعادله كلها بصفر، ده مش حل يعني. يبقى اكيد مين اللي بيساوي صفر؟ الكوزاين. مش هنا ايه دي؟ ال عوض عن الاكس بال، يبقى عندنا كوزاين اوميجا على سي ال بيساوي زيرو، يعني معناها اوميجا ال على سي بيساوي ايه؟ ان باي 2 ان ان زائد 1 على 2. ال الكوزاين بتاعه بيساوي زيرو يا شباب، باي على 2 مش كده؟ باي على 2 نضرب هنا في اي، واي دي بتساوي ايه؟ 1 و3 و5 لغايه ما لا نهايه. ينفع تبقى باثنين؟ عشان الكوزاين مش ساعتها مش هيساوي، يبقى الاي بيساوي الكلام ده كده. ومنها اوميجا ان هتساوي سي اي باي سي على ال، دي الايه؟ الفريكونسي ايكويشن. يعني اوميجا واحد بتساوي ايه؟ حط الاي بواحد بقت باي على ال. اوميجا 2 حط الاي بكام؟ بثلاثة. ماشي يا شباب؟ اوميجا 2 نحط الاي بثلاثة، اوميجا 3 نحط الاي بخمسة، وهكذا. يبقى هنا دي ايه؟ 3 باي سي على ال. الاوميجا دي يا شباب فيها حاجة في الطرف اليمين مش معلومة. سي اللي هو مين؟ اللي هو اي على رو، اي على رو، اي المودرس والبلاستيستي للماتيريال المصنوع منه البار ده معروف، ورو اللي هو الدنستي الماس بير يونت فوليوم معروف. يبقى احنا هنجيب الناتشرال فريكونسيز بتاعة السيستم. نعم. الـ ايه؟ اي في اثنين هنا؟ ماشي وفوق كمان عشان خاطر تمام. طيب لو عندنا بار بالمنظر ده ده ايه ده؟ فيكسد فيكسد، يبقى الباوندر كونديشن ايه؟ عند x بتساوي 0 u of x of 0 t بيساوي 0، ومنها ال a بيساوي 0. عند x يساوي ال ايه بقى؟ u of l و t يساوي 0 فيكسد، الطرفين فيكسد. يبقى من هنا ايه؟ 0 هيساوي b، يعني ايه هو ساين؟ ساين اوميجا على c l في g of t.
اكيد مين اللي بيساوي زيرو هنا؟ الساين، ساين اوميجا على سي ال يساوي زيرو، يعني اوميجا في ال على سي بيساوي ايه؟ ان باي او اي باي. اي هنا بكام؟ 1 و2 و3 و4. ومن هنا نجيب نقدر نجيب الناتشورال فريكونسي. طبعا وفي الحاله ديت الحل بتاعنا بقى يو اوف اكس وفي هيساوي ساين اوميجا على سي اكس يو اوف بي. وزي ما اتفقنا الكونستنت اللي هو البي دخل جوه ايه؟ الفانكشن بتاعت الجي اوف بي هيطلع لنا كل سنت جديده هنطلعها من الانيشال كونديشن. يبقى ده الريسبونس بتاعنا. طيب لو السيستم بتاعنا كده نعم دكتور الريسبونس نجيب عند اوميجا 1 اوميجا 2 لحد الفيتي ونجمعهم ايه ده؟ الريسبونس طبعا بنحط هنا ايه؟ سيجمنت لان الموديل الاولاني الثاني الثالث الرابع طبعا سيجمنت من اي بتساوي 1 لايه؟ الانفينيتي احط هنا اوميجا اي. لو السيستم بتاعنا كده ناحية فيكسد وناحية فيها ايه؟ سبرينج. الناحية الفيكسد زي اللي فات هات اكس تساوي زيرو يو اوف اكس و تي اوف زيرو تي بيساوي زيرو يعني الاي بيساوي زيرو. الطرف الثاني هات اكس اكس يساوي ال ايه المعادله هنا يا شباب؟ لما كان الطرف 3 لما كان الطرف 3 قلنا النورمال فورس بكام؟ بزيرو. طب هنا هنقول ايه بقى؟ يعني النورمال فورس اللي هي الاي اي في اي دي يو باي دي اكس يو باي دي اكس هيساوي ايه؟ عايزين نعرف هيساوي ايه؟ كي اكس كي في اليو عند ال وتي كي في اليو عند ال وتي. طيب اتجاه الفي ازاي يا شباب في الطرف ده؟ الطرف اليمين اتجاه القوة النورمال هنا اتجاهه ازاي؟ كده اتجاه النورمال كورس كده اتجاه الكي في اليو دي هو النقطة دي اتحركت ازاي؟ اتحركت كده يو فيبقى الفورس بتاعت السبرينج كده وانا باخد سيجما فورس تساوي زيرو سيجما فورس تساوي زيرو يبقى هحط ايه؟ دي ماينس دي دي بتساوي ماينس دي يعني او دي زائد دي بتساوي ايه؟ زيرو. ايه ده؟ انا قلت باخد سيجما فورسز عند الطرف ده مفيش في الطرف الثاني يا شباب ماس مفيش انرجي مفيش انرجي فورس يبقى سيجما الاكسترنال فورسز بتساوي ايه؟ سيجما الاكسترنال بيساوي زيرو المفروض بيساوي الماس في الاكسترنال لو في ماس بيساوي الماس في الاكسترنال مفيش ماس. طب في واحده كده اللي هي بي ودي ماينس ال كي في اليو بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو يبقى دي المعادله بتاعتك او تحط ايه؟ ده بيساوي ده ده بيساوي ده. طيب من هنا ايه المعادله اللي هنجيبها؟
اي في اي دي يو باي دي اكس اللي هو بي ساين اوميجا على حكي بقى كوساين بي في اوميجا على سي كانت ساين مش كده يبقى كوساين اوميجا على سي ال كل ده في جي اوف تي هيساوي كي في اليو اوف تي يو اوف تي اللي هي بي ساين اوميجا على سي ال جي اوف تي ممكن انا نقسم ايه على جي او بي ونقسم على البي هيبقى عندي اي في اي اوميجا على سي كوساين اوميجا على سي ال بيساوي كي ساين اوميجا على سي او نقول ان تان اوميجا على سي ال بيساوي ايه يا شباب اي في اي في اوميجا على سي في كي ايه دي دي الفريكوانسي كويش بنجيبها ازاي نقدر نجيب ناشر فريكوانسيز ازاي؟ يا اما نخلي المعادله دي دا ناقص دا يساوي زيرو ونخليها نسميها الفانكشن اوف اوميجا وندرس ونرسم علاقه بين الفانكشن اوف اوميجا والاوميجا ونرسم تقاطعه مع محور الاوميجا هيدي لك الناشر فريكوانسيز المختلفه او نرسم المعادله دي ودي يعني اعتبر دي عباره عن خط معادله خط مستقيم نرسمه والمعادله الثانيه تقاطع الخط المستقيم مع التان هيدي لك ايه؟ الناتشرال فريكوانسيز طيب لو كان السيستم كده تكسب من هنا ايه دي المرحله الثانيه ازاي مش فاكر المره اللي فاتت كانت ثلاثه مرات في هنا كده وكده كمان يعني في ماس وفي ايه سبرينج الباوندر كونديشنز at x يساوي 0 u of 0 t يساوي 0 ومنها الكونستنت الاولاني يساوي هو لازم الكونستنت الاولاني يساوي 0 لا طبعا عشان بس عشان هنا ايه الطرف الاولاني فيه. كان ممكن الطرف الاولاني يبقى فيه ماس وسبرينج برضه يبقى هنا الطرف الثاني عند x يساوي l في في معادله المعادلة دي عبارة عن ايه؟ اي في اي دي يو اوف ال و تي يعني عشان باي دي اكس يعني هنعوض الاكس بالال دي مين دي يا شباب؟ دي البي اللي هي النورمال فورس ماينس كي في يو اوف ال و تي هيساوي الماس في الاكسلريشن الماس في الاكسلريشن الماس اللي هي ايه؟ ام الماس اللي هو حاططها عند نهايه ام معروفه طبعا في الاكسلريشن اللي هي مين؟ دي تو يو اوف ال و تي باي دي
تي سكوير اللي هي يو دبل دوت يو دبل دوت. تمام كده؟ هنعوض عن ال دي يو باي دي اكس وال واليو اوف ال دي وال دي يو باي دي تي سكوير عند ال ال عند كل اللي عند الاكس بيساوي ال. هدي لك معادله. المعادله دي هي فريكوانسي كويشن. المعادله دي هي فريكوانسي كويشن. تعال نشوف الباوندر كونديشنز المختلفه. يعني اقصى حاجه ممكن يكون ايه؟ عندي بار في هنا ماس وفي هنا ماس ام واحد او سميها ام ليفت ام ايه رايت وفي سبرينج وفي ضغط كي وسي كي رايت سي رايت وهنا برضو في ايه كي وسي سي لف وكي لف أقصى حاجة ممكن تجيلك كده على الطرف الأطراف في ماس وسبرينج ودمبر. الطرف الثاني في ماس وسبرينج ودمبر. هنا بقى الـ A مش هيبقى يساوي زيرو اللي احنا أول حاجة، لكن هيبقى إيه يا شباب؟ هيبقى عندنا معادلتين، معادلة ناحية اليمين ومعادلة ناحية الشمال. المعادلة بتاعت اليمين دي بتساوي إيه؟ أو خلينا في الشمال الأول. الفورسز الموجودة بي هو طبعا اليو كده اليو في الاتجاه ده كده اتجاه اليمين يعني يبقى عند الطرف الشمال في عندي اول حاجة البي نيجاتيف ولا بوزيتيف في اي في اي دي يو اوف كام يا شباب؟ 0 تي باي دي اكس في اي اتجاه؟ اتجاه اليمين يعني مش كده؟ بلس ولا ماينس؟ ماينس كي لف يو زيرو بي النقطة دي النقطة دي اتحركت ازاي؟ كده اليو اليو ازاي يا شباب؟ الاتجاه البوزيتيف لليو ازاي؟ بنقطة اتجاه الاكس اتجاه الاكس فاليو كده البي البي هتبقى ازاي؟ كده يبقى هنا ايه؟ لو احنا جينا عند النقطة دي كده النقطة دي في هنا ايه؟ في بي كده اللي هي على البار البي اللي على الماس هتبقى ايه؟ عكسها بي كده فاهمين ولا ايه؟ انا باخد دلوقتي الاتزان بتاع مين او اسف معادله الحركه بتاعت مين؟ بتاعت الماس. الماس عليها ايه؟ القوه اللي عليها في هون في هنا الايه؟ كي فيو وهنا سي فيو دوت سي فيو دوت. طيب من الناحيه الثانيه في ايه؟ في القوة اللي جاية لها من البار، القوة اللي جاية لها من البار، القوة دي جاية كده. يبقى عكسها فين؟ طبعًا مش هتظهر القوتين دول غير أعمل إيه؟ بفصل. فالقوة اللي العطارة في البار كده. يبقى القوة اللي على الماس في الاتجاه ده كده، عشان كده خدتها إيه؟ موجب. طيب، القوة بتاعت السبرينج
السبرينج ده اتحرك ازاي يا شباب؟ اتحرك كده يبقى القوه بتاعته كده، يبقى عشان كده خدتها ايه؟ نيجاتيف. القوه بتاعت الدمبل كده برضو عكس اتجاه الحركه، عكس اتجاه، يبقى نيجاتيف. تاني سي في ال سي سي ليفت طبعا. القوة الداخلية بالنسبة للبيم يعني اتجاهها دايما بيبقى فين؟ لما تيجي تفصل في اي نقطة القوة بتبقى نورمال للخارج. يعني لو جيت زي ما احنا ما خدنا لو جينا فصلنا هنا كده يا باشمهندس وخدنا الطرف ده لوحده او النص ده لوحده والنص ده لوحده، القوة هنا هتبقى شكلها ايه؟ واحدة كده والتانية ايه؟ طالما ما فيش فصل يبقى القوه دي مش ظاهره، لكن لما فصلت واحده كده واحده كده. سي ال بي يا شباب اللي هي ايه؟ دي يو اوف زيرو تي باي دي مش اكس يو دوت. يو دوت يعني التفاضل بالنسبه للطايب. فاضل حاجة تانية ولا خلاص على كده؟ بالكلام ده كله بيساوي يبقى ده سيجما الاكسترنال فورس بيساوي الماس في الاكسلريشن، الماس اللي هي ام رايت ام ليفت اسف في الاكسلريشن اللي هي دي يو دي تي يو باي دي تي سكوير اوف زيرو اي وتي. دي معادله طبعا احنا جبنا يو اوف اكس وتي فهنفاضل بالنسبه لمين؟ للاكس، ونحط الاكس بكام؟ بزيرو. هدي لك ده وبعدين اليو نفسها هنحط الاكس بزيرو هدي لك اليو اوف زيرو تي. اليو هنفاضلها بالنسبه لمين؟ للتايم. هنفاضلها بالنسبه للتايم فهجيب من هنا اليو ونحط اكس بكام؟ بزيرو. وبعدين نفضلها مرتين بالنسبة مرة تانية بالنسبة للتايم عشان نجيب اليو دبل دوت ونحط الاكس بزيرو. هدي لك معادلة المعادلة دي هنلاقي الجي اوف تي ممكن ناخده مشترك وهيبقى فيها الثوابت اللي هما الاي والبي بتوع الباوندر كونديشن. المعادلة الثانية الناحية اليمين يا شباب الناحية اليمين البي هنا ازاي؟ البي على البار نفسه في الاتجاه ده، على الماس في الاتجاه ده. طيب الكي الكي بيو هي اصلا تحرك كده يبقى كي ازاي؟ كده. السي برضه كده، يعني معنى كده ايه؟ هنقول بي بلس كي يو بلس سي يو دوت بيساوي الماس في الاكسلريشن، الماس في الاكسلريشن. يعني هتبقى نفس المعادله اللي فوق ديت اي في اي دي يو اوف زيرو تي اوف ال وتي اسف هنا ايه؟ عند اكس يساوي ال اوف ال وتي على واي دي اكس نيجاتيف كي راي U of L T negative C right D U L T by D T here U dot كلام ده يساوي الماس الاكسلريشن
دي المعادلة الثانية. المعادلتين دول لو احنا عوضنا فيهم هيطلع معادلتين في ثلاث مجاهيل. معادلتين في ثلاث مجاهيل. الـ A والـ B. الـ A والـ B اللي هما مين؟ الكونستانت بتاعت الـ X function. والأوميجا. والأوميجا. فهنحذف الـ A والـ B. ازاي؟ هنكتب محددة المعاملات. يعني نخلي الكولوم الاولاني معاملات الايه في المعادله الاولى والثانيه، الكولوم الثاني معاملات ايه البي في المعادله الاولى والثانيه، وساوي بايه؟ ساوي بزيرو. هدي لك الفريكوانسي ايكويشن، هدي لك الفريكوانسي ايكويشن. طبعا لو حاجه زي بالمنظر ده يا شباب وهيبقى في معادلتين، كفايه انك تجيب ايه الفريكوانسي ايكويشن او المحدده بس. المحدده بس تحط فيها الكوفيشنز بتاعت الـ A في الكولوم الأولاني، الكوفيشنت بتاعت الـ B في الكولوم الثاني، وتساويها بإيه؟ بزيرو. كأني بحذف الـ A والـ B من المعادلتين وأجيب الأوميجا. طبعا هو مش هيجي لك بالمنظر ده، يعني مش هيجي لك، لكن ممكن يجيب لك إيه هنا؟ يجيب لك هنا سبرينج وهنا ماس مثلا. سبرينج وماس او العكس، او يجيب لك هنا ماس وسبرينج وهنا فري او هنا فيكسد. فاهمين يا شباب؟ يعني الكونديشنز المختلفه ممكن تيجي من الرسمه دي كده. حط هنا ماس بس، حط هنا سبرينج بس، دمبر ناحيه فري ناحيه فيكسد. دي الباوند كونديشنز المختلفه اللي ممكن تجي لك للباوند. احنا بنطلع الفريكوانسي كويشن منهم. نعم، بنطلع الفريكوانسي كويشن من المعادلتين. ازاي بقى؟ قلنا ازاي؟ انا هطلع لك معادلتين في الاي والبي والاوميجا. نحذف الاي والبي منهم. نحذف الـ A والـ B يعني نكتب محددة معاملات ونساوي بالزيرو. محددة معاملات الـ A والـ B. الكولوم الأولاني معاملات الـ A والـ B، الـ A بس في المعادلة الأولى والثانية. والكولوم الثاني معاملات الـ B، معاملات الـ B في المعادلة الأولى والثانية. وساوي بزيرو. بس يبقى دي الـ Frequency Equation. دي الرسمه الموجوده عندك، موجوده في الكلام اللي احنا عملناه دلوقتي. ماس سبرينج ودمبر، ماس سبرينج ودمبر، حط الفورسز وطلع المعادلات اللي احنا كتبناها مع بعض دلوقتي. شايفين هنا لما يكون الطرف فيكسد فري، واحد فيكسد واحد فري، المود تبقى شكلها ايه؟ اول مود اهي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش نودز. المود الثاني انا عارف الطرف ده فري، الطرف ده فري، فمش ممكن الفيو توصل لهنا طبعا، مش ممكن الفيو توصل لهنا الا لو كان فيكسد لحاجه ثانيه، فيبقى ليه؟ يظهر مود واحده. لو رسمت المود الثالث هتلاقيه جاي كده وكده وطالع تاني لفوق ده. واضح؟ طب لو حاجه بالمنظر ده، طبعا كنا شغالين الحاله اللي فاتت ان الكروس سكشن الاريا ايه؟ كونستنت. الاريا كونستنت. فهنا عندنا ستيب باوند، يعني الجزء الاولاني طوله ال1 والاريا بتاعته A1، الجزء الثاني طوله L2
والاريا بتاعته اقل من دي شويه او اكتر ايا كان يعني A2 الاريا A2. ففي الحاله دي هنطبق يعني هناخد النص ده لوحده والنص ده لوحده. هناخد هنا x1 الكوارد بتاعنا x1 u1 وهناخد من هنا كله. ممكن ناخد من هنا شباب ممكن ناخد هنا ايه ال u2 والx2 نقسم من هنا. احنا الافضل ناخدها من فين؟ من الطرف عشان لو الطرف ده فري او فيكسد او يبقى سهل ان احنا نجيب الكونستانت بتاعته. هنطلع كام ايكويشن اوف موشن؟ طلع كام ايكويشن اوف موشن؟ اثنين. انا مش بتكلمش عن باوندر كونديشن بتكلم عن ايكويشن اوف موشن. ايكويشن اوف موشن اثنين، واحده ده واحده ده اهي واحده هي c1 سكوير d to u1 by x سكوير. نفس المعادله طبعا هتطلع هنا والمعادله الثانيه اهي. السي هنا وهنا بيساوي ايه؟ ايه على رو؟ هل دي مختلفة؟ تختلف امتى؟ لو كان المعدن مختلف بس. لو كان المعدن مختلف. لو كان لو نفس المعدن يبقى سي واحدة. يبقى سي في الاثنين واحدة. لان بقول بتساوي ايه مودرس او فلاستيسي على رو. رو للدنسكي اللي هي الماس يونت فوليوم. انما طبعا اللي هيختلف الاريا طبعا. ففي الحاله دي الباوندري كونديشنز ادي الحل المعادله الاولى وادي حل المعادله ايه يعني ده اليو في اكس 1 وتي وده الدي يو باي دي اكس 1 اكس 1 وتي. طب انتهرز المعادلتين الثانيين الحل بتاع المعادلة دي اهي ودي اهي. الباوندر كونديشنز اللي عندنا تعالى نرجع للمسألة دي. ايه الباوندر كونديشن شباب؟ f(x1) يساوي زيرو. في ايه هنا؟ انا الاول عايز كام باوندر كونديشن؟ انا عندي اربعة كونستانت في الاكس واحد اثنين للاكس 1 واثنين للاكس ايه؟ فعايز أربعة باوندر كونديشن. عايز أربعة باوندر كونديشن. الأولاني at x1 يساوي 0 ها؟ u1 of 0t يساوي 0. u1 of 0t يساوي 0. هذه أول معادلة. هنا يا شباب لو الطرف ده free هقول إيه؟ at x2 يساوي 0. at x2 يساوي 0. الـ b بيساوي 0. الـ b اللي هو مين؟ E في A بيو باي دي إكس. E في A بيو طبعا حط بس ناخد بالنا هناخد هنا إيه؟ أريا 1 دي U باي دي U2 دي U2 باي دي إكس يساوي 0. طب الباوندر كونديشن الثالث والرابع فاضل اثنين دلوقتي هنا يا شباب. اليو بتساوي اليو بتساوي نيجاتيف يو. ليه؟ لان انا واخد اتجاه اليو دي كده واتجاه اليو دي كده فهقول يو 1 اوف ال وتي وال 1 وتي بيساوي نيجاتيف يو 2 اوف ال 2 وتي. ادي واحده ثانيه اللي ايه؟ النورمال فورس. النورمال فورس هنا بي بيساوي بي. بي هنا بتساوي ايه يا شباب؟ للطرف ده اي واحد اي واحد دي يو واحد باي دي ايه باي دي اكس. والثانيه تمام وهقول برضه دي بتساوي ايه؟ نيجاتيف. دي بتساوي نيجاتيف لان واحده هتبقى كده واحده ايه في الاخر. لو احنا عوضنا الكلام ده هيطلع لك الفريكوانسي ايكويشن بالصوره دي كده. الفريكوانسي ايكويشن دي هتيجي بعد ما تاخد محدده المعاملات. احنا طبعا في طرف فري وفي طرف هيطلع كونستانت من الاثنين كونستانت
زيرو في المعادلة الأولى وفي المعادلة الثانية. فهيتبقى لي معادلتين في مجهولين اللي هما التو كونستنت التانيين، احذفهم وهات الفريكوانسي كويشن. تطلع الفريكوانسي كويشن بالصورة دي كده. ثالث حاجة بقى في الـ continuous system، torsional vibration of power. torsional vibration of power بار او شافت بقى هنا او رود طوله L. عايزين ندرس torsional vibration تجاه سيتا كده. هناخد element، ناخد element ونحط عليه التورس الاكسترنال تورس، وهنقول هنا لو هنا الاكسترنال تورك تي، هنا يبقى ايه؟ تي بلس دي تي طول الاليمنت دلتا اكس. سيجما اكسترنال تورك بيساوي نيوتن، بيساوي يا شباب يعني تي بلس دي تي ماينس تي بيساوي الاي، هسميها بس ايه؟ اي دي اكس، يعني اللي بتاع الاليمنت ده في ال الاكسلريشن دي 2 سيتا باي تي سكوير. الاي بتاعت الاليمنت ده بتساوي يا شباب الاي بتاعت الاليمنت اللي طوله دلتا دي اكس، ها؟ نص ام ار سكوير. جميل، نص مين ام بقى؟ اللي هي رو في ايه؟ دي اكس. نص رو، نص ام كده، دي نص ام ار تربيع اللي هي دي على 2 تربيع. الاريا اللي هي يا شباب هشيل الاريا من هنا، حط بدالها ايه؟ باي على 4 دي سكوير، يعني تساوي رو جي دي اكس، صح كده؟ مين جي ده؟ البولر مودفن اللي هو باي على 32 دي اس 4. يعني على طول هناخد الاي بتساوي يا شباب روب جي، الاي بتساوي روب في جي. ده بالنسبه للاي. طيب بالنسبه للتي، التي بيساوي تورك بيساوي ايه؟ جي في جي، جي في جي، التورك بيساوي جي في جي على ال سيتا. صح ولا؟ جي في جي على ال
سي مش ده المفروض بتاع النيوتن. طب بس هنا مش هناخد ايه؟ هناخد دي سيتا لان احنا واخدين element. فيبقى دي سيتا باي دي اكس. يبقى التورك يا شباب بيساوي جي في جي دي سيتا باي دي اكس. الدي دي جي جي دي 2 سيتا باي دي اكس سكوير. دي اكس اهو ده طبعا الحركه. طبعا التي مع تي هيبقى لي دي تي. دي تي اللي هو جي جي دي 2 سيتا باي دي اكس سكوير دي اكس بيساوي الرو جي دي اكس دي 2 سيتا باي دي تي سكوير. ممكن نقسم على ايه؟ دي اكس والجي. يبقى المعادله دي سي سكوير دي 2 سيتا باي دي اكس سكوير يساوي دي 2 سيتا باي دي تي سكوير. فرقت المعادله عن المعادلتين اللي فاتوا. السي يساوي يا شباب سي سكوير جامع. الجي اللي هو مين يا شباب؟ المودلس اوف ريجيليتي. في الستيل بيساوي تقريبا 80 جيجا بسكال او 79 جيجا بسكال. ميتين وسبعة المودلس اوف ريجيليتي بيبقى 2007 في الستيل. وبتبقى بيبقى في المودلس اوف ريجيليتي بيبقى 79 او 80 جيجا بسكال. حل المعادلة ايه؟ اكيد فانكشن في التايم وفانكشن في الايه؟ في الاكس. يبقى سيتا اوف اكس وتي هتساوي ايه كوزاين اوميجا على سي اكس بلس بي ساين اوميجا على سي اكس في جي اوف تي اللي هو اتنين كونستانت تانيين واحده كوزاين واحده كوزاين. وعندنا حاجة بالمنظر ده. الباوندري كونديشن اللي هنجيب منهم الـ A والـ B. الباوندري كونديشن دي هم شباب الواحد شرط فري فيكس فري عند اكس يساوي 0 سيتا اوف 0 وتي بتساوي 0 وما نطلع الكونستنت ايه بيساوي 0 عند الطرف فري تورك هو اللي بيساوي 0 طرف فري يبقى تورك بيساوي 0 تورك يساوي زيرو اللي هو مين يا شباب؟ جي جي دي سيتا باي دي اكس اوف زيرو جي يساوي زيرو. ايه ده؟ اوف ال وبي طبعا. ده بتاع زيرو ولا بتاع فاش؟ من هنا هنجيب يا شباب فريكوانسي كويشن. فريكوانسي كويشن من الباوند كونديشن الثاني هيطلع الكونستانت مضروب بساين او كوزاين في جي اوف تي بيساوي زيرو. يعني الساين او الكوزاين ده هو هيطلع بيساوي زيرو يطلع كوزاين. وطلع من هنا الفريكوانسي كويشن. طب لو حاجه من المنظر ده ناحيه فيكسد
وناحية فيها ايه؟ هي الشيء ده. عند الطرف الفيكسد زيتا اوف زيرو تي يساوي زيرو. لو انا عايز لما تبقى التليفون مش قدامي كده صحيح. طول الليل بتجري انترنت عند الطرف الاولاني يا شباب طرف اكس بتساوي 0 وثيتا بتساوي 0 خلاص ثيتا في 0 وثيتا بتساوي. عند الطرف الثاني الدي بيساوي ايه؟ اي ثيتا ده بالظبط اي ثيتا اي هنا دي اي بتاعت الانرجي اللي محطوطه هنا دي اي ثيتا ده بالظبط مين التي؟ جي جي دي ثيتا اوف ال وتي باي ذا اكس بيساوي اي دي 2 سيتا اوف ال وتي باي دي سكوير اي سيتا دبل دوت. ممكن يبقى في انيرشيا وفي ايه كمان؟ توشنال سبرينج توشنال دمبر. عند الطرف ده في انيرشيا ثانيه وتوشنال سبرينج او توشنال دمبر. هذه المعادلات بتاعتنا. لو الطرف اليمين حلال المنظر ده لو الطرف الشمال دي كده الطرف اليمين المنظر ده. هنا في ايه يا شباب عند الاطراف؟ كل طرف فيه انيرشيا وسبرين ودم. انيرشيا سبرين ودم. تعالى نرجع شوية كده للمالتي ديجري اوف فريدم. الطريقة اللي هي احنا قلنا عليها المودل اناليسيس. المودل اناليسيس انا قلت لك لو هطلب منك حاجة عشان تعملها بالمودل اناليسيس هجيب لك مين؟ الميو وهجيب لك الميو ماينس 1 اللي هي بتاع الميو. لو انا جبت لك الميو طبعا مش هجيب لك ايه؟ الناتشورال فريكونسيز. تقدر تجيبها؟ لو عندك الميو تقدر تجيب الناتشورال فريكونسيز؟ طبعا حلو. مطلوب منك الاول انك تجيب الايكويشنز بوشن وتطلع المود ايكويشنز والفريكوانسي ايكويشن. طبعا الفريكوانسي ايكويشن ممكن تطلع من المعادله من الدرجه الرابعه من الدرجه يعني هيبقى حلها صعب. عشان كده هديلك الميو هديلك الايجن فيكتورز. طب الايجن فاليوز ممكن نجيبها يا شباب ازاي؟ من ايه؟ ما انا مش حاسب مود. ما اصل المود ده ممكن يكون يا شباب اكس. لو هو اكس واكس واكس سهل ان احنا نرسم ونجيبه من المود زي ما شفنا في التو ديجري اوف فريدم. لو اكس وسيتا مثلا اكس وسيتا وسيتا او اكس واكس وسيتا هيبقى صعب ان احنا نرسم المود اصلا. فازاي هو هجيبه من المود بس من فين بقى؟ لا مش الميو. الميو هتبقى ارقام نعوض بيها فين؟ المود مش احنا هنجيب المود ايكويشنز يا شباب هيطلعوا كام معادله؟ لو مثلا سيستم 4 ديجري اوف فريدم هيطلعوا كام معادله؟ ايه فيكم يا شباب؟ 30 ديجري اوف فريدم. خلينا 2 ديجري اوف فريدم طلع لي كام مود ايكويشن؟ واحده. ليه؟ عشان هي بتجيب لي ريشيو ما بين التو فاريبل اللي عندي او التو كورنرز اللي عندي. عندي 4 ديجري اوف فريدم هيطلع لي كام معادله؟ ثلاثه معادلات.
هناخد واحده بس منه ونعوض بالموديل الاولاني. بيدي لك ريشيو والاكس الاولانيه بواحد والاكس الثانيه بعشرة والاكس الثالثه نيجاتيف مش عارف ايه، هيدي لك ايه قيم. عوض ده في احدى المعادلات دي اللي هو احد معادلات الثلاثه اللي احنا بنقول عليها، هيطلع لك ايه؟ هيوعد لك كل واحد بس اللي هو الاوميجا تقدر تجيبها. تمام؟ فهنقدر نطلع الاوميجا من هنا. طيب المود الثاني، انا جبت الاوميجا الاولانيه يعني عوضت الفيكتور الاولاني جبت الاوميجا الاولانيه، طب الاوميجا الثانيه؟ نعوض تاني معادله؟ نفس المعادله يا شباب، نفس المعادله بالفيكتور الثاني، لان الفيكتورز دي بيحقق ثلاث معادلات، بيحققوا الثلاث معادلات، فكفايه ان انت تجيب ايه؟ معادله واحده بس، تعوض بالمود الاولاني جبت ايه؟ الاوميجا الاولاني، عوض بالمود الثاني جبت الاوميجا الثانيه، عوض بالمود الثالث جبت الاوميجا الثالثه. وبعد كده طبعا بتحل بقى جبت الاوميجات، تقدر تجيب ايه؟ بيديلك الانيشال كونديشن، تقدر تجيب الماس ماتريكس اللي بسميها ايه؟ جنراليز ماس ماتريكس اللي هي بتساوي ميو ترانسبوز في الام في الميو، وبعدين الكي تجيبها ازاي؟ ميو ترانسبوز في الكي في الميو، والشاطر يعمل ايه بقى؟ ده شاطر نص نص. طب شاطر اكتر من كده؟ ما احنا هنجيب الدياجنال بس، اتفضل هنجيب الدياجنال بس في الماس ماتريكس، وجبت الميو في مش عارف ايه في الكلام ده عشان اجيب الكي، هجيب الدياجنال بس اجيبه ازاي؟ ايوه كده، ناخد اول ماس اضربها في ايه؟ يعني بدل ما تاخد الميو ترانسبوز تضربها في الكي تضربها في الميو وتقعد تعمل العمليات الحسابات دي كلها، لا خد الام اللي انت جبتها اضربها في ايه؟ اول عنصر اضربه في ايه؟ اللي هو العنصر الصف الاولاني العمود الاولاني اضربه في اوميجا 1 سكوير، اوميجا 1 سكوير، العنصر الثاني اوميجا 2 سكوير، العنصر الثالث اوميجا 3 سكوير. كده بتختصر ايه؟ يعني انت لما قلت لي هنجيب الدياجونال بس صح، بس مش في الاثنين بقى، هنجيبه في واحده بس والثانيه بعد بقى خلاص انا جبت الاوميجات، فيبقى ايه؟ نجيب الكي منها يعني ام 1 اوميجا 1 سكوير، ام 2 اوميجا 2 سكوير، ام 3 اوميجا 3 سكوير. جبت الكي والبتاع ده يبقى خلاص قدامك المعادله الدلتات بتعوض بالانيشال كونديشن ميو ماينس 1 في الانيشال كونديشن تجي لك ثوابت الجهات وبعدين الانيشال. واضح كده يا شباب؟ ما حددتوش ميعاد الامتحان ولا لسه؟ ايه؟ طيب مش يعني خلاص.